لا أظن الموضوع يكون صعب شوية لحد يمشي من باريس فرنسا يجي على الدوري السعودي، تكون صعبة شوية. بعدين ميسي تقريبا 36 سنة دلوقتي، لسه معاه سنتين كمان في أوروبا، فما كانوا في برشلونة أظن. مش بوافق بصورة كبيرة، بس بعد الخطوة اللي خدها كريستيانو وانتقل للدوري السعودي، فأعتقد إن ميسي هيكون يعني هيمشي على نفس الخطة وهيروح الدوري السعودي، ودي خطوة كويسة جدا يعني إن هي بتعلم من الدوريات العربية والتنافس فيها. مش هيعمل حاجه، استفاد فلوس بس، هو كده مش بيكمل تاريخه يعني. ما يروحش الهلال السعودي، ولا احسن لو يرجع برشلونه تاني يلعب موسم او اتنين وكده فيعتزل، يعني هو تاريخه كله برشلونه. هتبقى حاجه كويسه ليه ان هو كده كده عشان سنه كبير، تمام. عندك مثلا زي كريستيانو راح النصر السعودي، في ناس كتير قالت ان هو ضيع نفسه ان هو خلاص كده مش هيبقى. لا شوف انت، النصر السعودي لما راح عامل فيه دلوقتي بقى يسجل بالهاتريك.